طيب شيخ لعلي جميل الأخوة المتصلين، أول متصلة كانت الأخت نوال، كانت تسأل تقول: عندما كنت صغيرة كنت أكذب على أهلي. لا شيء عليها لأن القلم لم يجري عليها إذا كانت لم تبلغ، فإذا كانت لم تبلغ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في السنن: رفع القلم عن 3، نعم. من ذكر منهم الصغير حتى يبلغ، وهي صغيرة، ولكن كان ينبغي لأهلها أن يربوها على صفة الصدق وترك الكذب، لكن إن كانت بالغة وكذبت في أول بلوغها فإن عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتستقبل حياة مليئة بالصدق. نعم، بارك الله فيك.